ولنقاش ملف الانتهاكات التي يتعرض لها حملة الشهادة العليا في بغداد من قبل القوات الحكومية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا بكم دكتور. أهلا بك، حياك الله أخي القناة وحيا المشاهدين الكرام. دكتور، تتكرر الاعتداءات على حملة الشهادات العليا في بغداد عند خروجهم للمطالبة بحقهم المشروع في التوظيف، كيف يفسر هذا القمع المفرط للشباب المطالب بفرصة عمل بعد التخرج؟ حياك الله أخي العزيز وحيا القناة مرة ثانية مشاهدين الكرام. حقيقة هذا يؤكد حقيقة واحدة لا غير لا ثالث لها أو لا غيرها، حقيقة أخرى، وهي أن الجهات المعنية على الشأن العراقي في إدارة الدولة العراقية والحكومة هم غير معنيين أساسا في تقديم ما ينبغي أن يقدم للبلد. يعني هذه التظاهرة وهذه التظاهرات وهذه الصيحات كلها معروفة والحق معها دون استثناء، وتلاقي هذه الصيحات استنكار واستهجان وقمع. إذن الغاية الأساسية والحقيقة هي أن هؤلاء غير معنيين اساسا في حل هذه القضيه، وبالتالي اتوقع كما اشار الاخ المتظاهر الى ان مصير كاظمي ليس بعيد عن مصير سابقه، علما ان التظاهرات التي خرج من اجل العراق كل واعاده البلد هي الاشمل من التظاهرات الخاصه بالتعيينات رغم معرفتنا بهذه الحقيقه وهذه الحاجه. نعم، رغم التعهدات الحكومية بتلبية مطالب المحتجين من حملة الشهادات العليا منذ أشهر، لكنهم لم يتلقوا غير القمع بالهروات والقنابل المسيلة للدموع والاعتقال. ما الذي يمنع الحكومة من توفير الوظائف لهذه الطاقات الشبابية والكفاءات الأكاديمية؟ كمنطق عام سواء العراق أو غير العراق، ليس بالمنطق العام أن الدولة تعين كل خريجيها، بل هناك دالة في الدول المتقدمة كلما قل عدد الموظفين في دوائر الدولة وذهب إلى الحوكمة والآلية والحكومة الآلية كلما كانت دالة على الإيجابية. هذا يعني ليس أن تترك المواطن هكذا دون مصدر رزق، لا، يجب أن تؤمن له مستلزمات القطاع الخاص وأن يقدم له ما يقدم من معونات لأي مشروع كان. العراق للأسف الشديد والحكومة القائمة على الشأن العراقي منذ 2003 لحد الآن هي تطبق أجندات قوى خارجية، هذه القوى الخارجية غاية الأساس هو أن يعاد العراق إلى قبل الصناعة، وأن لا يكون للعراق مدى ولا فاعلية ولا استقرار ولا أمن ولا بناء، وبالتالي هذه الهدر لهذه الطاقات والفوضى في عملية إدارة ملف التعيينات، علما أننا أنا على يقين أن هناك من يعين بمقابل رشاوى بمبالغ كبيره طائله في حين لا يعين الدكتور والطبيب والصدلاني والمهندس الخريج. وهذا ما يؤكده كثيرون دكتور، بان هناك جهات متنفذه تقوم ببيع الوظائف بالاف الدولارات. الى اي مدى يعد الرد الحكومي بقمع المطالبين بالتوظيف حمايه لهؤلاء المتنفذين؟ بالتاكيد، لان المتنفذين هم اساسا هي الاحزاب السياسيه المتسلطه وهي التي تتحكم بشؤون الدوله، يعني الجهتين هما جهه واحده، الذي يتحكم في التعيينات هم المسؤولون الموجودون في وزارات المختلفه المرتبطين بدوائر اقتصاديه للاحزاب السياسيه، والاحزاب السياسيه لها ممثليها سواء في الحكومه او البرلمان، وبالتالي كلاهما يكمل الاخر. هذه القوى السياسيه في البرلمان والدوله الحكومه تعطي غطاء سياسيا وقانونيا، وتلك المجاميع التي تسرق والتي تبيع المناصب بالاف الدولارات هي تمول هذه الجهات السياسيه في المال اللازم لكي تديم حالها وتديم دعمها لعناصرها لكي تعد مره ثانيه للانتخابات. اذا هي عمليه متكامله، القصد منها ان يصار الى انهاء العراق واذلال شعبه وانهاء اي تنميه واي تطور ممكن في الدولة العراقية بظل وجود هذه الحكومة التي جثمت على العراقيين في مثلها لحد الآن. ظهر الكاظمي في مقطع فيديو انتشر مع بداية توليه منصب رئيس الحكومة، ظهر هو يرفض التوسط لشقيقه، كيف يمكن قراءة دلالات موقف الكاظمي مقارنة مع ما تعرض له حملة الشهادات العليا اليوم من عنف؟
بدءا كاظمه في هذه الضحوكه التمثيليه رد عليه اخيه رد واضح وقال لها هذا جزء من العباد وكذا، ولكن الحقيقه احنا نحن عراقيون نلاحظ الفعل لا نلاحظ القول، هذا واحد. اثنين، الكاظمي لم ياتي من ارض اخرى او من فضاء اخر، جاء من فضاء عمليه سياسيه وهو جزء من العمليه السياسيه بجانبه الامني، ولعله لا يملك كفاءات شخصيه واصبح مدير مخابرات بخمس سنوات، وهذه حاله غير موجوده في كل مخابرات العالم وفي اي دائره. اذا هو جزء من صهيوره سياسيه ورأت نفسها العمليه السياسيه في مأزق، فذهب الى كاظم وصار من عمليه سياسيه، ثم انه لم يرشح اساسا ولم يمرر الا بموافقه الاحزاب السياسيه. بالمحصله النهائيه هو جزء من عمليه سياسيه وليس من خارجها. الشيء الاكبر من هذا وذاك ان الجهات المتنفذه والميليشيات والاحزاب السياسيه والمال الشعب ما زال مسيطرا على كل مفاصل الدوله دون استثناء، سواء الامنيه او الوظيفيه، المدنيه او العسكريه. اذا نحن نبقى في دوامه ندور لا يصح تغييرها الا بالتغيير العمليه السياسيه برمتها بالياتها بشخوصها بقوانينها. شكرا جزيلا لكم الأكاديمي والناشط في تظاهرات دكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.